ومعنى الإيمان بالكتب أن نؤمن إيمانا مجملا بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله عليهم السلام، ثم نؤمن إيمانا مفصلا بكل كتاب سماه الله لنا في كتابه، أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو ورد بعض التفاصيل عنه في الكتاب والسنة نؤمن بها على التفصيل. والكتب التي سميت في القرآن 5 كتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام وصحف موسى، إما أن يراد بها صحف أخرى أو يراد بها التوراة وهو أشهر، والله أعلم. على كل حال نؤمن بصحف إبراهيم ونؤمن بصحف موسى عليهم السلام إيماناً بأسمائها هذه 5، لأنها سميت في كتاب ربنا جل في علاه.